نقدر نقول أقل من 12 ساعة وصلت اللجنة الأولى اللي هي بقيادة النائب عمليات الفريق الركن خالد عابدين ومعه زي ما قلنا مجموعة من الأجهزة. بعدهم طوالي وصلت اللجنة الثانية برضو خلال ساعات هي بتاع تغسل الحغائط برئاسة وكيل نيابة أعلى، وبدت التحري والتحقيق، وأيضا في لجان تحقيق من القوات المسلحة في مجال التحقيق تشكلت، في مجال التحقيق تشكلت من الشرطة برضو شغالين. فالحدث ده احنا ما دارين نمر مرور الكرام، وبرضو دارين نستفيد من الأثرات اللي حصلت والهفوات اللي حصلت برضو دارين نستفيد منها. فما دارين نقول الآن نسبق الحوادث قبل ما نتائج التحقيق تطلع، لكن فيه ما بنقول زي ما سأل الأخ أنه في تدخل خارجي، دائما احنا بنشيل شماعتنا من علقة في الآخرين، بنقول الشغل ده شغل داخلي وما بنقدر نقول اللي عند الآن. لكن الدور ده إن شاء الله أي إنسان بيخلق فتنة ومدور الشغل ده من تحت الترابيزة وبدور التحت ده شغل ده بالتليفونات وبالواتسابات عشان يصل للسلطة أو يصل بأجساد بأرواح الناس أو بأجساد الناس عشان يصل للسلطة، إن شاء الله الدور ده نخط النقاط في الحروف.